بليما عاصمة البيرو استقبل بالأمس الرئيس البيروفي ألان غارسيا مبعوثي جلالة الملك محمد السادس نصر الله سيدان محمد بن عيسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون وخليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي لاستشاري الشؤون الصحراوية اللذان سلماه رسالة من صاحب الجلالة تخص مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية. وقد قال الرئيس البيروفي إن هذه المبادرة الملكية ذكية وأن الصحراويين سيدركون طابعها الإيجابي. من ليما مراسلة ياسر الإدريسي وعبد الكريم المغاري. التزام متبادل بين المغرب والبيرو للرقي بعلاقتهما الدبلوماسية التي تبلغ من العمر أزيد من 44 سنة 96-900 وألف. منطلق التخطيط على ضرب هذا التوجه السياسي سنة تميزت بسحبها الدولة التي تقع غربي أمريكا الجنوبية الاعتراف بالجمهورية الوهمية. البيرو تتفهم حاليا رؤية المغرب لحل قضية الصحراء كما لمس ذلك الوفد المغربي المبعوث من طرف جلالة الملك إلى ليما الذي استقبل من طرف رئيس الجمهورية ألان غارسيا بيريث. السيد محمد بن عيسى سلم الرئيس غارسيا رسالة ملكية. لقاء خصص أيضا لإطلاع الرئيس البيروفي حول مضمون مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة والمسلسل الأممي لتفعيله، مقترح تلقاه السيد غارسيا ببالغ الاهتمام مركزا على أبعاد السياسية والاقتصادية الواعدة. نتابع باهتمام بالغ مقترح المغرب لمنح حكم ذاتي متقدم ومهم للصحراء على غرار بعض النماذج الأوروبية التي استطاعت أن تحل نزاعات من هذا القبيل بهذا الشكل. إنه شيء إيجابي جدا لأنه يمثل خطوة نحو حل لا يترك الأشياء جامدة كما كان عليه الحال من قبل. أظن أن المغرب حاليا يشكل نموذج بلد عصري ويحقق نموا اقتصاديا هاما. مشكل الصحراء لم يبقى بالحدة التي كان عليها من قبل بفضل النمو الكبير الذي حققته المنطقة. وإذا أضفنا إلى ذلك مقترح الحكم الذاتي الذي أعتبره صيغة ذكية فإن البعد الاقتصادي سيكون له وقع مهم. أنا متأكد أن كل هذه المقترحات الإيجابية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستلقى استجابة مهمة بالأمم المتحدة. مصداقية المطلب المغربي وتوازن موقفه، حملة سياسية ونفسه الإصلاحي، مبعث ثقة في المغرب هنا بالعاصمة ليما، إشادة أعرب عنها الرئيس البيروفي. الوفد المغربي بسط أمامه النهج الذي اعتمد في إعداد المقترح المغربي وكذا مسلسل المشاورات التشاركي والإدماجي الذي تم على كافة المستويات. نحن قدمنا دعما دائما للحوار المتبادل ونعتقد أن هذا المقترح يسير في هذا الاتجاه. يجب انتظار ما ستقوله الأطراف التي لها وجهة نظر مختلفة، لكن نظن أنه عليها هذه المرة التفكير جيدا نظرا لكل الإيجابيات التي يحملها هذا المشروع. الوفد التقى برئيس عصبة الصداقة البرلمانية المغربية البيروفية غونساليس بوسادا وبرئيسة الكونغرس البيروفي مرسيدس بوستامانتي اللذان نوها بالقيم المشتركة التي يتقاسمها المغرب والبيرو. عملنا المشترك سيتواصل على جميع الأصعدة، لذلك فنحن جد سعداء بهذه الزيارة وهذه المباحثات التي عقدناها مع شخصيات مغربية مهمة تدفع إلى الأمام بمسلسل التقارب بين البيرو والمغرب. المغرب وطننا الثاني. نحن نقدر الطريقة التي تم تبنيها من طرف المغرب لإيجاد حل منسجم وبناء ينشد السلام بالصحراء. هذا النموذج الذي يقترحه المغرب كانت له نتائج ناجحة ببعض الدول كإسبانيا التي استطاعت المضي قدما في مشروع بناء مجتمعها. ha permitido su construcción.
المغرب ينظر بعين الرضا إلى الموقف الإيجابي للبيرو من قضية الصحراء المغربية وإلى كل ما استحدثته الشراكة السياسية بين البلدين.